الله وروحه وبركاته. هذا برنامج طب الأعشاب. طب الأعشاب برنامج برجعنا لأيام زمان، كان يا ما كان، لما ما كان مستشفيات ولا سيارة إسعاف ولا طبيب طوارئ. كانوا أهالينا وأجدادنا وأجداد أجداد أجدادنا يعودوا للطبيعة وعلاجاتهم من الطبيعة والوصفات المجربة والوصفات الأمينة، ودائما هي وصفات حسن خليفة، من خلال قناة سامراء معاكم على الهواء مباشرة كل يوم جمعة الساعة 9 بعون الله سبحانه وتعالى، ساعة كاملة على الهواء. نستقبل اتصالاتكم من كافة أنحاء العالم. أتمنى أنه تكون الناس تتواصل معنا من خلال الأرقام الدولية أو العالمية حتى تعم الفائدة بالسؤال والجواب مني بإذن الله سبحانه وتعالى على حل بعض المشاكل. دائما برنامجي ما بنهمش دور الطبيب ولا الصيدلاني. الأعشاب إلها فوائد عظيمة، إلها فوائد جدا جدا عظيمة، وإلها أضرار أعظم. الناس العاميين والشعبيين بيقولوا الأعشاب إذا ما فادتك ما بتضرك. هذه المقولة مقولة خاطئة. الأعشاب إلها أضرار أضرار أضرار. الأعشاب استخرجوا منها السم، واستخرجوا منها المنوم، واستخرجوا منها مهدئ الأعصاب، فبالتالي والله إنها بتضر، خصوصا للمرأة الحامل، خصوصا للأطفال. الأطفال عم بينمو، طفل عم بينمو تعطوه أعشاب ما بيمشي الحال. كبار السن اللي بيتناولوا الأدوية، مرضى السكر، مرضى القلب، مسيلات الدم، ممنوع إعطائهم أي وصفة إلا بعد استشارة المتخصص أو الطبيب. هذا جنة الأعشاب، هذا الطب البديل. هذا محدثكم اللي بيتابعني لأول مرة، خبير الأعشاب والتجميل، الكاتب والباحث بالأعشاب، عضو اتحاد الكتاب والأدباء الأردنيين حسن خليفة، من مؤلفاتي كتاب جنة الأعشاب، كتاب علاج العليل بالطب البديل، أنت والأعشاب، من خلاصة تذكر داود، هذا الإنسان المسلم العربي اللي جمع الوصفات وبالتالي أخذنا وصفاته حتى تستفيد الناس. كتابي الحواج أو مؤلف الحواج، كتابي لا حياء بالعلم الأعشاب الجنسية، أيضا كتابي الإدمان والمخدرات. الله يا ربي يبعد عنكم المخدرات وعن شبابنا وعن صبايانا اللي منتشرة اليوم في الدول العربية. كتابي النحافة والجمال، كتاب الزيوت الطبيعية، كتاب الحجامة، أيضا التخلص من الكرش، وكثير من مؤلفات خبير الأعشاب أخوكم الصغير حسن خليفة. ساعة نستقبل اتصالاتكم. طبعا بعد عودتي من زيارتي للبلد الشقيق العربي تونس، ودائما أظهر على القنوات العالمية والعربية وقنوات عراقية، ومنها هذه القناة قناة سامراء. فوالله جلست تقريبا 10 أيام في تونس، لكن والله ويسمعوني الإخوة، كانت المشاهدة أكثر من العراق. يعني أنا أشوف العراقيين مثلا بالأردن يقول هذا نعرفه، البعض يقول هذا أبو الأعشاب، فأنا قلت تونس يقولوا ما في أعشاب. فمن دخولي للمطار لخروجي من المطار والناس تتابع هذا البرنامج، خلال 7 أشهر فقط إلي مشاهدة لهذا البرنامج في تونس، مشاهدة للإخوة ما شاء الله عايدين للطبيعة، والآن تونس والجزائر والمغرب عايدين للطبيعة، لكن البرنامج فعلا برنامج مشاهد. وسألوني بالله أوصل الملاحظة أنه الأرقام تكون أرقام دولية حتى يتواصلوا معنا، لأنه هذه القناة غير قناة عراقية نسميها، هم يتابعوني بالمملكة الأردنية الهاشمية، أيضا في سوريا، أيضا في المغرب، في الجزائر، من خلال تواصل الناس واحد يخبر الثاني. فبالتالي أتمنى من الله سبحانه وتعالى تعم الفائدة لكل الأخوة العرب، إن كان العراقيين بالشتات أو المهجرين أو في الأردن أو حتى بالعراق أو في شمال العراق. أسأل الله سبحانه وتعالى أنه يبعد عنهم الأمراض ويكافيهم شر المرض، أسأل الله سبحانه وتعالى. بداية كل حلقة بذكر بفوائد الأعشاب، فائدة من فوائد الأعشاب، وحختصر قليلا اليوم، لكن والله ثم والله وأنا على هذه القناة المحترمة اللي اليوم أنا بعد ما رجعت من تونس أسميها عالمية،
والله نبتة اليوم أو بذور بذرة اليوم إلها فوائد جدا عظيمة، ودائما أنا بذكر فوائدها حتى كتبت عنها الكثير وأعطيت منها الوصفات لكثير لكثير، وبالله الناس استفادت. لكن تحملوا رائحتها اللي هي بذور الحلبة. الحلبة لو عرفوا قيمتها لاستبدلوها بوزنها ذهب. إلها صيت وسمعة شعبية هائلة، خصوصا في مصر، خصوصا في السودان، للي عندهم الربو بياخذوا من مغلي الحلبة على كوب من الحليب مرتين باليوم. حتى الإنسان اللي عنده فقر الدم وضعف الدم، ضعف بالدم ونقص بالحديد عليه بالحلبة، والله إنه لترجع الأمور أفضل ما كانت. مفيدة جدا لمشاكل المعدة، قرحة المعدة، حتى تتصوروا للي عندهم البواسير نغليها، ننقحها، ناخذها صف مثل ما بدكم، المهم تدخل الجهاز الهضمي. مفيدة جدا من فوائدها العظيمة انها بتخفض السكر، ضد الدوخة والدوار، مقوية للدم، مقوية للنظر. فيها من المعادن ما شاء الله والفيتامينات، فيها من الحديد اللي كل نسائنا دورة شهرية ولخبطة بالهرمونات ونزيف وتكيس وتكلس، فبالتالي حديدها بكون نازل، عندها فقر دم وعندها دوخة وعندها دوار. إذا فيها من الحديد وفيها من البوتاسيوم وفيها من الكالسيوم للعظام. الكالسيوم يلي عنا هو شاشة عظام، وآية مفصلي وآية رجلي وآية ظهري وآية رقبتي، فبالتالي مفيدة جدا حتى للأطفال، مفيدة بإذن الله سبحانه وتعالى. حتى من الزنك، فيتامين الزنك اللي مفيد جدا لعدم تساقط الشعر، مفيد جدا للعيون، مفيد جدا للجلد، وأيضا لحب الشباب موجود في الحلبة لو شربناها. فبالتالي أيضا للفسفور، فيها الفسفور اللي هو غذاء، أيضا غذاء للدماغ، فبالتالي بنستفيد من خصائص هذه الحبوب اللي هي مشهورة في مصر ومشهورة بالدول العربية، لكن بنبعد عنها من ريحتها، لكن ما بنعرف إنها علاج ومفيد للكثير من الأمراض. فبالتالي هاتوا الاتصال. يا أم علي سامراء، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. ألو، يا هلا. يا ألو، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أستاذ حسن، شلونك؟ الله يسلمك يا رب، الحمد لله رب العالمين. أستاذ حسن، ألو. وحسن معاك، وألو، يلا. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أستاذ بالأحلى، أنا أم علي من سامرة، أريد علاج تطويل الشعر. لتطويل الشعر، واريد علاج النمش بالوجه، واريد علاج مع المفاصل. روحي يلا. شكرا لاتصالك وتواصلك معنا، وسلامنا لكل اهل سامراء اللي بتابعوا هذه القناة اللي هي على اسمهم سر من رأى. يعني كثيرين من العرب اللي بتابعوا هذه الحلقة يقول لك ايه سامراء، مدينة سموها سر من رأى. سر من رأى قرأنا عنها وإحنا صغار بالابتدائية، من جمالها وجمال أهلها وجمال ناسها، الله سبحانه وتعالى يحميهم. لكن وصفات تطويل الشعر وللنمش في آخر البرنامج، ما تقطعوا علي لأنه أعطيكم أحسن من تطويل الشعر. منهم مشروب الحلبة، لأنه ذكرت فيه الأملاح والفيتامينات والمعادن اللي تقوي البصيلة من الداخل، وأيضا بتمنح حب الشباب. إذا الحلبة بتخفض الكوليسترول، من فوائدها بتخفض الكوليسترول، ضد الشيخوخة. عمرهم رجال زمان لما كانوا يتناولوا الحلبة ما عندهم أمراض، فبالتالي ما يكون عندهم شيخوخة. يعني تقولوا هذا الرجل عمره 60 وفعلا هو عمره 70 75، عيونه ما شاء الله ما يلبس نظارات عيون، وأيضا خدوده ما شاء الله، أيضا دماغه لأنه الحلبة فيها الفسفور غذاء الدماغ ما شاء الله، إذا بتقاوم الأمراض. أيضا مفيدة جدا لمرضى السكر، بتخفض السكري. أيضا مفيدة جدا للالتهابات، خصوصا التهابات الرئتين، وأيضا اللي عندهم مشاكل الربو، الحلبة مع الحليب، ملعقة منها على كوب من الحليب، نحركهم مع بعض، نتركها تتنقع ونشرب مرتين باليوم، فبالتالي بتفيد حتى للرجال اللي عندهم مشاكل جنسية، الرجال والنساء.
حتى الحلبة مفيدة جدا للنساء اللي عندهم مشاكل لخبطة بالهرمونات واللي عندهم الدورة الشهرية متقطعة، فبالتالي هي مدرة للحوض، منشطة للرحم بعون الله سبحانه وتعالى. إذا حتى للنمش الحلبة مع العسل، يخلط مطحون الحلبة مع العسل، نعملها ماسك فرد على الوجه، لكن ما نحطها مباشرة، نضعها وندلق زنبركي دائري. نتائجها لو تركناها ربع ساعة وشطفنا وجهنا فبالتالي بتفيدنا بعون الله سبحانه وتعالى. إذا الحلبة مفيدة جدا لنضارة البشرة، مشاكل العيون. الشيء المهم انه الحلبة طاردة للديدان من ايام الفراعنة مو ايام حسن خليفة، هذه وصفات ايام زمان، طاردة بتخرج الديدان من البدن باذن الله سبحانه وتعالى، فلذلك الها سمعة شعبية هائلة. وهاتوا الاتصال. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم استاذ حسن. يا ريت نرفع الصوت. وعليكم السلام. الو استاذ حسن. استاذ حسن معك، يلا يا آية. الو يا آية. الو ويا الو. الو مرحبا ويا مرحبا، اهلا وسهلا. الو وراح الاتصال. الو استاذ احنا. طيب ما هو يا انا اسمعك، يلا ما نريد نضيع وقت البرنامج، انا عم بسمعك، حطي مشكلتك. هذه بس اجنبي عمرها 8 سنوات. 8 سنوات. شعرها دا يتساقط، وبقع اثار يعني ما زلت تساقط ما شعرها. يعني وحياة امي لو اني انا بالعراق لشعري زمان اصلع. يلا. والشعر ماله ما قاعد يطلع. عندها هواية يعني تساقط، هذا التساقط بشعرها وبقعت. تكرمي يا ستي، شكرا لاتصالك وتواصلك معنا. أتمنى من الإخوة المتصلين بداية يقول السلام عليكم ويدخل بسؤاله مباشرة، أنا أكون أسمعه والإخوة بالاستوديو بكون يسمعوا فبالتالي بجاوب. أما ألو وألو كيفك وشو أخبارك، أسمر ولا أبيض، قاعد ولا واقف، خلونا نكسب كل دقيقة في هذا البرنامج. إذا هاتوا الاتصال. مشاكل الشعر بنهاية الحلقة إن شاء الله بتكلم عنها. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. وراح الاتصال. إذن مشاكل الشعر للطفلة أنصحك بزيت الكتان وزيت الخروع للأطفال لنمو الشعر وعدم تساقط الشعر ولمشاكل فروة الرأس. زيت الخروع وزيت الكتان مقاديرهم متساوية، نخلطهم مع بعض أو بالعراقي نخبطهم مع بعض، نأخذ على رؤوس الأصابع بندلك فروة الرأس ومحيط المناطق الفارغة إلا إذا كانت الفراغات فراغات ثعلبة أو مرض، لازم نعرف سبب تساقط الشعر. الشعر لحاله هو الشعر. يعني حدخل عليكم بشيء تصدقوه ولا ما تصدقوه، الشعرة عن جارتي ولا على هالطاولة؟ لا، الشعرة هي على رؤوسكم وعلى رأسي وعلى رأس أي بني آدم الله خلق، وحتى الحيوانات الشعرة هي جزء بينمو وبيتعب وبيمرض. إذا كان غذائنا سيء الشعرة بتكون سيئة، إذا أعصابنا تعبانة الشعرة بتتعب معانا، إذا ما بنتناول طعامنا فيه فيتامينات وزنك وحديد وعنا فقر دم شعرنا بتساقط وبيمرض وبتقصف بتكسر. نهاية الشعر في الوطن العربي أكثر النساء آخر شبر تالف على مسؤوليتي، غير الصبغات والميش وما أشبه، كله هذا بسبب عامل من العوامل بتسبب تساقط الشعر. البنج والعمليات الجراحية والكيماوي والأدوية اللي فيها مواد كيماوية بتأدي لضعف وتساقط الشعر. الماء الساخن ساخن اللي تحمموا فيه فروة راسكم يطلع مثل الدجاجة لما تحطوها بمي سخنة وتطلعوا شعرها. زمان طبعا كانوا أجدادنا ما كانت المسالخ، كانوا يذبحوا الدجاج يحطوها بمي سخنة يطلعوها ينتفوا شعرها بثواني تكون قرعة. فبالتالي انتبهوا أول شيء للسبب اللي بيخلي تساقط الشعر، الحمل والولادة وعدم انتظام الدورة الشهرية والهرمونات كلها بتأثر على تساقط الشعر والسهر والماء والشامبو. وهاتوا الاتصال. ألو السلام عليكم.
يا بسام يا بسام. ايه الو، السلام عليكم. وعليكم السلام. عمود الشيخ شنو وصفته الشيخ؟ والله يا عم بسام الشاب شاب. ايه الشيب 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 يا بسام، سؤالك جدا محرج لي وتقول اني ماني خبير اعشاب وروح. شكرا لاتصالك. لا يمكن شعره تصير بيضه وترجع سودا، والله لا يمكن الا بالصبغ. لا يمكن. اللي شاب شاب راحت عليه خلاص، الماده الموجوده بالشعر راحت ما ترجع الا بالصبغ. تصبغ اسبوعين ثلاث بعدين تصير على حمار بعدين ترجع بيضه، لا تغلب حالك. اما اللي باخر الشيء اللي هو الغذاء والفيتامينات مثل فيتامين الزنك، موجود بالباميه وموجود بالحلبه وموجود بالطبيعه، لكن انصحك انا دائما في علبه لبن خاثر، علبه لبن رايب، تضع عليها القليل من الخميره، القليل قدر كم من حبه من الخميره، تحركهم وتشرب. تناول التمور باخر الشيب وهاتوا الاتصال. ولا ترد على الوصفات اللي تحكي لك العجوز اللي عمره 90 سنة نسوي شعره أسود مثل طفل عمره 14 سنة، كذبة وحياة أمي هناك كذبة. وهات الاتصال. ألو السلام عليكم. نداء. أي السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسأل عن الوالد، عن مية أبيض بعينه. المية بالعين يعني مي ابيض نازل عين اليسرى، يحتاج عمليه لو يعني يصير بالاعشاب. بتعرفي لك طبيب شاطر، طبيب عيون؟ ما اسمع. بتعرفي طبيب كويس بتاع عيون؟ رايت على طبيب العيون بتاع نظارات. نعم، يلا خليك متابعه عليه لانه العين انا بخاف اعطي اي وصفه منها. في من الوصفات الكثيرة للعيون، لكن أخاف من الغش خصوصا بالعراق. ما أضمن لو أنا موجود بالعراق أغشكم. يلا شكرا لاتصالك. في من الأثمد، لكن الأثمد مضروب اللي بالأسواق. أنا أحذركم وأنا على الهواء وأنتم حرين. كحل الأثمد فوائده جدا عظيمة للعيون، كانوا يستخدموه العرب زمان، لكن والله ما شفت 1% من كحل الأثمد صحيح. وهات الاتصال. إذن على طبيب العيون. ألو السلام عليكم. إذن راح الاتصال. معكم على الهواء ساعة كاملة بعون الله سبحانه وتعالى، بنتواصل معكم، نستقبل اتصالاتكم من العراق من الأردن وبإذن الله قريبا من كافة الدول العربية، وراجعين نواصل معكم هذا البرنامج لكن بعد هذا الفاصل القصير. روحوا فاصل وراجعين نواصل. عدنا من جديد بعد هذا الفاصل القصير معاكم على الهواء مباشرة من خلال قناة سامراء الفضائية أو سر من رأى. معاكم نستقبل اتصالاتكم، نعطيكم الوصفات الأمينة والمجربة بإذن الله سبحانه وتعالى. إذا زيوت بتساعد على إنبات الشعر، وزيوت بتساعد على إعطاء نضارة للشعر وعدم تكسير نهاية الشعر وضعف الشعر، أيضا على تنبيت الشعر خصوصا المتساقط، تمكينه في فروة الرأس اللي هو أولا اللي بيخلي الشعر أو بنمو الشعر أو بيساعد على نمو الشعر، اللي هو زيت الخروع قدر فنجان. اللي بيغذي الشعر وبعطيه نضارة اللي هو زيت السمسم قدر فنجان، من أسماء السمسم اللي هو الجلجلان. أيضا زيت الصبار قدر فنجان، زيت الأرقان، أنا صنعت زيت الأرقان موجود بالعراق، زيت الأرقان قدر فنجان، زيت اللوز الحلو قدر فنجان، زيت الزيتون إن وجد، إن كان موجود بنضع فنجان. إذا كان في أمراض في فروة الرأس وقشور بنضيف فنجان من زيت الكتان، فنجان من زيت الكتان، كلهم بنخلطهم مع بعض بروس الأصابع الزيوت وبندلك فروة الرأس، وبالنهاية بنضع على الكف القليل من الزيت
وبنمشي الشعر بنعمل له مساج خفيف، فبالتالي بنستفيد بإذن الله سبحانه وتعالى. إذا شطفنا شعرنا بزيت بصابونة الأرقام أو صابون الصبار أو صابونة زيت الزيتون الطبيعية، فبالتالي بنستفيد. هاتوا الاتصال. ألو، السلام عليكم. يا سعد، يا سعد ويا سعد، ونغني لسعد وراح الاتصال. إذا ترهل الصدر، أنصحكم بنصيحة من خلال البيت. لتر من الماء بنضع عليه 3 ملاعق من الملح، بنخضهم لا حياء بالعلم للرجال، وأيضا للنساء بتشد وبتمنع أيضا مشاكل الصدر، فبالتالي بنستفيد بإذن الله سبحانه وتعالى. أما الصدفية، مشاكل الصدفية والقشور على الأكواع والركب، بنحضر فنجان من الحنة، فنجان من الحنة، أيضا الصبرة مرة، الصبرة مرة قدر فنجان، بنخلطهم بخل التفاح الطبيعي، خل التفاح الطبيعي، أيضا بنضيف عليهم فنجان من مطحون الرواند، فنجان من مطحون الرواند، الرواند جذر موجود عند العطارين، في منه الموجود المطحون أو يطحنوا أمامكم، كلهم نعجنهم بخل من خل التفاح ونضعهم على الأكواع، هذه إن شاء الله يوم عن يوم بتعطينا نتائج بتفيد. أما أوراق العنب الجاف، أوراق العنب بنشفها بتصير ناشفة، بنطحنها بنعجنها مع خل طبيعي وبنضعه على البواسير الخارجي، بتشوفوا النتائج. وهاتوا الاتصال. يا عبد، سلام الله عليك حبيبي. ألو يا عبد. ألو. ألو، السلام عليكم. مرحبا دكتور. خبير الأعشاب حسن خليفة، يسعدك. الله يسلمك يا رب دكتور. عندي ناسور عصعصي دكتور، صار 20 سنة. هذا خارجي. يلا ان شاء الله. اشكرك، شكرا لاتصالك وتواصلك معنا، بتستفيد. الان لو اخذت من مطحون جذر الرواند، جذر اسمه جذر الرواند، من مطحونه عروق اسمها الرواند، مطحونها بناخذ قدر فنجان من الكركم، قدر فنجان وملعقتين من الحنة، حنة طبيعية، هذه أعشاب مع بعض بنخلطها بخل التفاح الطبيعي، بخل التفاح الطبيعي، أو الأفضل إنه نخلطها مع العسل، بتصير قوامها جامد ومخلوطة وجامدة مثل الكريم، توضع على هذه المشكلة اللي هي النواسير، اللي هي النواسير، لا توضع على الشرج، على المناطق الملتهبة اللي بتطلع صديد، فبالتالي مرة على مرة بتضع من هذه المعجونة القليل، بتضع لاصق عليها، تتركها 4-5 ساعات وبتشطف، فبالتالي بتستفيد. وننظف المنطقة بخل التفاح بقطنة، خل التفاح بقطنة. أما داخليا لأنه صديد عم بيخرج من هذه المنطقة فبكون في التهاب فيها، فتريد نحل مشكلة الالتهاب، اللي ناخذ 1 كيلو من العسل، يعني اشتري كيلو من العسل حط عليه 4 ملاعق من العكبر. العكبر أقوى مضاد حيوي بتصنعه النحلة، موجود عند العطارين، من أسمائه البروبلس، وأيضا مشهور في الدول العربية بالعكبر، في منه البودرة موجودة عند العطارين، بناخذ منه 5 ملاعق على كيلو من العسل، يؤخذ منه ملعقة مرة صباحا وملعقة آخر النهار. وهات الاتصال. يا أم روان، السلام عليكم. أم روعة، يا أم روعة، ألو، السلام عليكم. أبنى. تفضلي. خبير، أنا عندي بنتي روعة عمرها 6 سنوات، عندها توحد ودائما عندها مساك. عندها، إذا أنتوا تعطوني إيش عم تحكي، عندها توحد، كم عمرها؟ كم عمرها يا خيتو؟
يا ستي الكريمة كم عمرها؟ وراح الاتصال، عرفنا أو سمعوا الشباب أنه دائما عندها إمساك. بناخذ 4 حبات من التين المجفف، خصوصا للأطفال، 4 حبات من التين المجفف من أسماء القطين، نضعهم بصحن صغير ويصب عليهم الماء الساخن، بنتركهم يتنقعوا بصيروا طرايا، بنهرسهم بالملعقة، يؤكلوا للطفلة، يؤكل جزء منهم للطفلة أو هذا الصحن ال4 حبات على مدار اليوم، فبالتالي بتستفيد. وهي نايمة أو قبل ما تنام وهي متمددة، ندلك حوالين السرة بزيت الزيتون، وإذا ما في زيت زيتون أي نوع من أنواع الزيوت الموجودة بالبيت، تمريخ أو تدليك حوالين السرة بتستفيد. أيضا تناول السمسم للأطفال، ملعقة من السمسم مرتين باليوم، أيضا بتعمل على حل مشاكل الإمساك، ومفيد ومغذي للجسم. والسمسم من أسماء السليط، يسلط على أي مرض، ومن أسماء الجلجلان، من أسمائه للإخوة اللي بتابعونا في تونس والجزائر، من أسماء السمسم اللي نقصده اللي هو الجلجلان، فبالتالي بيستفيدوا بإذن الله سبحانه وتعالى. أيضا اللي عندهم مشاكل آلام الظهر، عندهم مشاكل آلام الظهر، أنصحكم بكوب من الحليب، لكن حليب يكون حليب بقري، نضع عليه القليل من السمن البلدي ونحرك ونشرب، بصير عنا إسهال، بتتخلص من مشاكل تشنج العمود الفقري، مجربة بإذن الله سبحانه وتعالى. وهاتوا الاتصال يا بريد، شارك عيني ويلا شارك. ومين ماسكك؟ أهلا وسهلا. ألو وروح. ألو بدون زحمة دكتور، بس نعم نعم اتركوه براحته. بالنسبة ل يسمع الحلبة، يعني شو هي الحلبة؟ ماذا نعرف الحلبة؟ يا ويلي عليك يا ويلي عليك، في عربي ما بيعرف الحلبة، وراح الاتصال وروح اسمعنا من جهاز التلفزيون، لأنك أصلاً بتسمعني من جهاز التلفزيون، لكن اقعد قدام التلفزيون وهلأ اسمع حسن خليفة. يلا يا أخوي، الحلبة هي حبوب معروفة من الأزل من القدم، استخدموها أجدادنا لتقوية الدم، واللي عندهم نقص بالدم، واللي عندهم التلاسيميا، اللي عندهم مشاكل بالصفائح الدموية. تغلى، حتى أنا أفضل أنه نحضر إبريق الشاي اللي بنعمل فيه الشاي وبنحطه على الغاز وبنضع لنا كوبين من المي، مثل هذا الكوب فل مي، وبنضع 4 ملاعق من بذور الحلبة مثل ما هي، لما تفور بنتركه، ما بنشرب مباشرة، بنتركه يتنقع كمان، وصب وحلي العسل، فوائده جدا عظيمة إذا كان بالعسل مرتين باليوم، حتى للربو، حتى لمشاكل القصبات، حتى ضد الأورام، بقوي جهاز المناعة، حتى فيه من الفسفور المفيد للدماغ، حتى ضد الشيخوخة، حتى مقوي للرجال يا أخوي والنسوان وروح، ومفيد جدا لمشاكل العظام، لأنه ما شاء الله فيه من الكلس الطبيعي. وهاتوا الاتصال. ألو السلام عليكم. عليا ولا علي؟ عليا عليا، ويلا هاتوا عليا. يلا يا عليا يا عليا. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام. دكتور عيد انتر، أسألك، ابني عنده رمل، عنده رمل ولا ربو؟ عند التهاب وأودي للطبيب، قبل سويتها من عمره سنة ونصف عملية، أريد أعرف، وهسه دائما يشكي من الصحة، أودي للطبيب أخذ العلاج نفس الشيء. عنده ربو ولا ولا إيش؟ ولا رمل؟ يا حجة يستر عليكي، في ناس تتابع بسؤالك، الناس تستفيد. ربو ولا رمل؟ لا رمل، رمل عنده حصوة. رمل، خلي حصوة، احكي لي حصوة من الأول وريحينا وروحي. شكرا لاتصالك وتواصلك معانا. لا لكن لحظة، كم عمره؟ رمل، رمل
كم عمره؟ مشانه الله يلا. كم عمره؟ ايش سنه ونص؟ لا لا كم عمره شو سنه ونص؟ ما لا سنه ونص ما ينفع، منيح ما اعطتها وصفه. نتاكد هي معانا؟ راحت راح سؤالها كله. سنه ونص ما في رمل، من وين جاء الرمل؟ هذا ما يرضع الا من امه. ما في ما في، مستحيل سؤالك او اللي سمعته انت. اذا مو الك ولا لهذا الطفل. للرمل والحصى في له امكنه بكون فيها، في الكليتين، في الحالب، في المثانه، في المراره. فبالتالي مفروض انه الانسان لما يدخل على الهواء ويريد يكلم خبير الاعشاب حسن خليفه يحدد السؤال رجاء. الحصى حصى اسمه حصى، الرمل هو اللي بالشارع لكن اسمه حصى، متعارف عليه يعني انه حصى مو رمل. وايش يقول لك؟ عندي بحص، يعني اهل سوريا بحصى. ايش البحصى؟ ما تفهموها بالعراق ولا اهل اليمن. فخلينا دائما نحكي انه عندنا حصى. الحصى بتكون في المثانه او لا سمح الله بالكليتين او في المجاري البوليه. فبالتالي عليكم الاكثار من تناول الفجل الاحمر، تناول الفجل الاحمر. ايضا خلي التفاح على كوب من الماء، ملعقه على كوب من الماء، تمنع تكوين الحصى. اما الاطفال يمنع. وهاتوا الاتصال. ام عبد الله. يا الو، سلام، سلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. انزلاق بالفقرة الخامسة بظهري. انزلاق بالفقرة الخامسة بظهرك، سلامة ظهرك. كم وزنك؟ انزلاق بالفقرة الخامسة بظهري. حياة الله، اني عرفت انه عندك انزلاق بالفقرة وانا سألتك كم وزنك. اريد اعرف، انت نحيفة، انت سمينة، اريد اعرف عشان اعطيك الحل الصحيح. و 70 في ثقال. 70 او اقل؟ 65 والله. ال 5 كيلو عند الناس النساء مشكله. يلا روح اسمعينا من خلال جهاز التلفزيون. دلكي بزيت الحنظل، زيت اسمه زيت الحنظل. بتستفيدي بعون الله سبحانه وتعالى تمريخ الظهر، مو تمسكي ظهرك وواحد يدلك لك اللي هو مطلع الجلد. تدليك ناعم قبل النوم، والراحة التامة مطلوبة بإذن الله سبحانه وتعالى. تمارين رياضية اللي كنا نعملها بالمدارس، لكن تمارين أطفال خفيفة بتستفيدي. لكن اللي يقول لك أنا مريض ويا ظهري ومو قادر وحطوني على الفرشة، بصير عنده تيبس ما يقدر يتحرك وبزيد عليه المشكلة. لكن حتى أذكركم إنه السباحة مفيدة. السباحة مو الاستحمام، يعني السباحة بالماء في بركة من الماء. سبحان الله، كل الجسم بصير مثل السمكة، كل شيء برجع مكانه. وهاتوا الاتصال. إذا دلكي بكريم أو زيت الحنظل. مشاكل، نعم عندنا مشكلة قبل البرنامج، كان عندنا اتصال وكنت سريع أني أدخل على الهواء، لكن وردنا اتصال من العراق، من مدينة أستاذي الداوودي أم أحمد. يسعد مساكي وألف سلامة عليك ومكارمة مني. الإنسان أحياناً بصيبه ورم بالثدي. أنا بقول دائماً افحصوا، لكن قبل ما تفحص خذ لك 24 ساعة تجربة بسيطة. خذ من زيت الخروع وضع على المنطقة اللي تحس فيها حبة أو ورم خفيف. إذا ما راح روح للطبيب. زيت الخروع أو عجين الحلبة مع العسل، ضعي كمات لا حياء بالعلم على الصدر. هذول أجدادنا لما ما كانوا يشيلوا صدرهم، زمان ما كان عمليات، فبالتالي شالت أو نحت الصدر، فبالتالي بتاخذ كيماوي. طالما
راحت المشكلة اللي هي الورم أو السرطان، ما في داعي إلا أنه نقوي جهاز المناعة بشرب الحلبة مرتين باليوم. ليش؟ لأنه الحلبة خصوصا لكبار السن، النساء الفوق 35 أو 40، خصوصا الآن بسوريا واليمن وفلسطين وغزة، عند النساء سكر بشكل جنوني، اللي هي خوفة أو خرعة أو فزعة بصير عندهم، أو زعل شديد بصير عندهم السكر صاعد. فبالتالي الحلبة بتقوي جهاز المناعة، أيضا بتعدل السكر، فبالتالي ما بتتعارض مع الأدوية الأخرى. أيضا في من الأعشاب عشبة القريص، عشبة القريص من أسمائها شعر العجوز، من أسمائها شعر العجوز، لكن بالعراق من أسمائها القريص، لكن في تونس والجزائر والمغرب من أسمائها الحريق أو الحريقة. يؤخذ من مطحونها ملعقة على كوب من الماء مرتين باليوم، تمنع الأورام وبتعزز وبتقوي جهاز المناعة ومقوية للدورة الدموية، مقوية للصفائح الدموية، وأيضا مفيدة جدا، ترفع نسبة الحديد، وأيضا مفيدة لمشاكل المفاصل ومشاكل الركب والتهاب المفاصل. وأيضا للرجال من فوائد القريص إنه للبروستاتا والتهاب البروستات، التهاب البروستات. إذا لا نضلنا نقول نتفرج على سمراء ونتفرج على الام بي سي ونتفرج، خذوا المعلومة من خبير الأعشاب حسن خليفة. أنتوا بين إيديكم شيء ممكن تجهلوه، لكن تعرفوا أني أنا من سنوات أقدم برامج، خصوصا برنامج جنة الأعشاب، وإلي من الكتب الموجودة في كل الدول العربية، حتى فرنسا حتى إيران حتى تركيا حتى الدول العربية، كتبي مجازة، وكتبت عن فوائد القريص، فوائد الحلبة، وفوائد الكثير من الأعشاب وأضرارها بتتعارض مع إيش. فبالتالي استفيدوا وادخلوا على جوجل وكتبوا فوائد عشبة القريص، تجدوا شيء خرافي. لكن أنا من خلال هذا البرنامج بذكركم أنه في نعمة بين إيدينا، لكن لا تنغشوا، لكن ابحث عن العشبة الصحيحة وهاتوا الاتصال. نعم يا مصطفى ديالة، يا مصطفى، يا مصطفى ابتعد عن جهاز التلفزيون وروح اسمعني من الراديو يا أخوي. حسن شلونك؟ الله يسلمك يا مصطفى. ألو حسن شلونك؟ يسلمك. ألو أستاذ حسن شلونك؟ وراح الاتصال، لا شلوني ولا لون أهلي، تسمعني من التلفزيون. أنا عندي ابني عمره 4 سنوات و... ماشي ماشي، ابتعد يا أخوي. أمور بخلايا المخ. يا أستاذي أنت على الهواء وبقناة محترمة وأنت محترم، ابتعد رجاء عن جهاز التلفزيون حتى أنا أسمعك والمشاهدين يسمعوك، ربما مشكلتك عند إخواننا وأهلينا وحبايبنا. رجاء تبتعد عن جهاز التلفزيون وكلمني من التليفون، روح على المطبخ كلمني. يلا يا أستاذي معك. ألو السلام عليكم. ابتعد عندي ابني عمره 4 سنوات ونص، عنده ضمور وخلايا المخ. عنده ضمور بخلايا المخ، أريد أخذ منك معلومات وأساعدك لوجه الله عز وجل. أدخل على صفحتي على الفيسبوك خبير الأعشاب حسن خليفة، أعطيني عمره وإيش يأخذ وإيش المشكلة، وهي نقص تروية على الدماغ من الولادة، بده أسئلة كثيرة على الهواء صعب، اللي عندهم مشاكل ما عدا واحد يدخل على صفحتي يقول لي أنف كبير أريد أصغره، أقول له هات المقص واقطعه. صفحتي هي فقط للناس المسكينة، لا أخذ أجور ولا شيء. فبالتالي تستفيدوا، اللي عنده مشكلة صحية لأبوه لأمه لولية مسكينة تعبانة لا سمح الله، أنا جاهز أني أرد عليه، لكن حسب وقتي، حسب وقتي. هذا صفحتي جنة الأعشاب، مكتوب عليها خبير الأعشاب، وفيها حلقاتي على قناة سمرة، أساعدكم. وهاتوا. نعم كاظم، يا كاظم يسعد مساك. ألو يا كاظم ويا بصرة وهلا بيك. يا كاظم ويا أهل، ألو ويا أهل البصرة. نعم معاك دكتور. السلام عليكم. وعليكم السلام وروح ورحمته وبركاته.
نعم دكتور السلام عليكم. وروح. وعليكم السلام. وروح قاعد تسمعني من التلفزيون، ابتعد عن جهاز التلفزيون يا عم كاظم. يا عم كاظم، وراح الاتصال من عندك يا كاظم، أنا ما قطعت. هو شوف في مشكلة عند الناس، يحب إنه يشوف حسن خليفة ويتلمس حسن خليفة من التلفزيون، لازم هو يحكي يشوف هو بده يطلع معي بالتلفزيون ولا لا. فروحوا ابعدوا عن جهاز التلفزيون يا اخوان. خلوا هذه الحلقة درس لكم. انت لما تتكلم معي يروح صوتك للأقمار الصناعية وارتد، لأن في فرق بيني وبينك ثواني. فأنا إذا أنت تكون أمام جهاز التلفزيون وتخبرني يطلع عندي صدى ما أسمعك. فعشان هيك أقول اللهم اجعلني من الصابرين على استقبال تليفوناتكم. لكن والله إني أتمنى إني أساعدكم، فأنت ساعدني وساعد إخوانك الناس اللي تابعوا هذا البرنامج بأنك تبتعد عن التلفزيون. أنت حتكلمني من جهاز الموبايل، شو دخل التلفزيون؟ روح. وهاتوا أم عبد الله. يا أم عبد الله، السلام عليكم. وعليكم السلام. أستاذ حسن، أنا أشكي من عندي وجع بركبي، ويوم عن يوم قلت أضرب أوبر بركبي، وهسه ما أقدر أمشي، يعني الوجع جاي على ظهري وأنا شعور جن الجو. وروحي ألف سلامة، إن شاء الله ركب اللي يكرهوك يا شيخة. كم وزنك؟ يا خالته يا خيته كم وزنك؟ طيب إذا ما تسمعيني وراح الاتصال، إذا وزنك عالي نزلي وزنك. الوزن الثقيل مصيبة على الركبتين، ركبتينك بصير يقولوا لك يا حبيبتي أنت جسمك علي ثقلهم، فمشان الله خففي كرشك وخففي كتافك وراسك لأنه مش قادر أحملك. أنا أوصل لكم إياها عشان تضحكوا هلا، يعني بطنك وصدرك وراسك هذا ثقل عظيم على مفاصلك. تصيح يا حرام تقول لك نزلي وزنك، حرام أنا اللي حملتك. ففعلا الوزن مشكلة للي عندهم مشاكل المفاصل. فأنت هاتي من دهنة الخاروف أو لية الخاروف، حطيها بالمقلة، ولما تذوب حطي عليها ملعقتين من القرفة اللي هي الدارسين المطحون، حركيهم وبسم الله صاروا مثل الكريم، دلكي الركب، بتستفيدي بعون الله سبحانه وتعالى. أيضا من الوصفات الثانية حبة صابون، صابون ترقي أو صابون زيت زيتون، بناخذها بالسكين، بناخذ منها البرش نبرشها بتصير ناعمة، بنضع عليها من الحنة، من الحنة أي نوع من أنواع الحنة الطبيعية، قدر ملعقة، وبنضيف عليها ملعقة من زيت الزيتون، بنعجنهم وبنلفهم على المفصل، وبنلف عليهم فوطة أو شاش أو اللي بدك إياه، ساعتين زمان بدليها كل يوم بتستفيدي. أو نستخدم دهن النعام، لكن وحياة أمي ولا وصفة تفيدكم، وفي كروش وفي أرداف وفيها الوزن، قلت لكم حرام عليكم، راح تبكي ركبكم. وهاتوا الاتصال. أبو أحمد، السلام عليكم. ألو. يا هلا يا هلا أبو أحمد. ألو. وروحوا كمان. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله. خبير، أنا عندي سوافان بالمفصل. قبل قليل تكلمنا عن المفاصل، كم وزنك؟ خبير، أنا عندي سوافان بالمفصل ما الحوض. تمام، كم وزنك يا أبو أحمد؟ يا عم أبو أحمد 72. يلا أبو أحمد شو كنت تشتغل عفوا؟ إذا وزنك 72 معناته 72. نعم 72. أيوة، شو كنت في حياتك تشتغل تعمل يعني؟ ابو احمد ايش كنت معك. ايش كنت تعمل، ايش كنت تشتغل في زمان يعني؟ كاتب. انا كاتب. كاتب يعني تشيل اغراض وتحمل.
يعني لأنه سألت السؤال لأنه بدي أعرف إيش سبب الاحتكاك. يعني عندي مكتب ما عندي جهد مكتب. مكتب. في مكتب. شكرا لاتصالك وتواصلك معنا. افحص الكلس، شوف عند الطبيب إذا عندك لا سمح الله هشاشة عظام، إذا عندك هشاشة عظام افحص الكلس عندك أستاذي، فبالتالي لما تفحص نعرف إيه سبب التآكل. طالما أنه مكان عملك عمل ميداني وتحمل وتشيل أو طلوع درج، دائما تطلع درج ويكون في ثقل على المفصل ويصير في تآكل. لكن من الوصفات اللي بتفيد اللي هي منقوع أوراق القريص، أوراق القريص ملعقة منه على كوب من الماء مرتين باليوم، وروح الله يشفيك دلك خارجيا بزيت الحنظل أو زيت الحنظل وزيت الزيتون أو زيت الزيتون وزيت الحب السوداء، تدليك آخر النهار ولا تصعد درج، بإمكانك تمسك عكاز عشان ما يكون في ضغط أو احتكاك بالمفاصل. وأنصحك لوجه الله في الأسبوع خلي مرتك أو زوجتك تطبخ لك مرتين بامية، تطبخ مرتين بامية، البامية فوائدها جدا عظيمة للمفاصل. وهاتوا الاتصال. يا أم أحمد سلام الله عليك. أم أحمد. ألو. ويا ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام. خشني صوتك يا أم أحمد يا ألي قوي. يلا تفضل يا أم أحمد. خير أنا كل زمان يعني تجمع يعني رأيت الأدرج صوتها ناعم كثير. أنت قريبا تكفيك من يعني من عشرة يعني عدي. طيب كم عمر كم أم أحمد كم عمرك؟ وقريت تقريبا بشرة. خلاص كم عمرك؟ تقريبا بشرة عمري 23 سنة. 23 سنة وأنت ضعيفة حيل أو نحيفة؟ والله ما أمزح طالي أنت كم عمرك؟ لا لا انت هلا خليكي معي، انت نحيفة وبدك وصفة للتسمين صحيح؟ ام احمد قاعدة تكلمني تعمل سلطة مو تكلم حسن وراح الاتصال. اذا ما فهمنا سؤالك صحيح، اذا انت كنت نحيفة وعمرك 23 سنة في بذور رائعة وطعمها جدا طيب اسمها حب العزيز، من أسمائها حب الأرض، بتاخذي فقط ملعقتين منها على علبة اللبن بتحركيهم تاكليها كل يوم على مدار 3 أسابيع بتشوف الفائدة. الآن الإكثار من تناول التين، من أسماء التين، التين الأخضر اللي تعمله التين المجفف منه، لكن التين من أسماء الكرموس، بإمكاننا ناخذ قدر 4 حبات كل يوم. تناول المكرونة بفيد، تناول الجوز والمكسرات ما بعد الأكل، قبل الأكل بسكر شهيتك، ما بعد الأكل بفيد بعون الله سبحانه وتعالى. أيضا الحليب والموز هذا بفيدك، شوربة العدس بتفيدك، الفاصوليا، البيضة بتفيد وبتساعد على التسمين، الذرة بتساعد على التسمين، تناول الذرة المسلوقة. وهاتوا الاتصال. إذا هذا برنامج طب الأعشاب، برنامج حسن خليفة معاكم على الهواء كل يوم جمعة من خلال قناة سامراء، نستقبل اتصالاتكم بإذن الله سبحانه وتعالى. أتمنى نطلع بحلة جديدة من هذه القناة والقائمين على هذه القناة، أنا أطلع على الكثير من القنوات العربية. أيضا أذكر أنه إن برامج حتى يوم الجمعة لايف، لكن كرمال القناة وأهل القناة واللي يتابعوا هذا البرنامج أنا أكون معاكم كل يوم جمعة الساعة 9 بعون الله سبحانه وتعالى، أعطيكم الوصفات، نكسب الأجر إحنا والقائمين على هذه القناة والإخوة اللي بالاستوديو. أسأل الله سبحانه وتعالى كل إنسان استفاد من وصفاتي يعطي أجري الأجر لإلي ولكل اللي بيكونوا معانا بعون الله سبحانه وتعالى. أذكر كتبي كتاب جنة الأعشاب، طبعا أنا ما حدا يقول أنه أنا أروج لكتبي، أنا ما أبيع كتب، لكن أذكركم موجودة كتبي بالعراق، موجودة في الدول العربية بالمملكة الأردنية الهاشمية. كتبي كتاب جنة الأعشاب، علاج العليل بالطب البديل، أنت والأعشاب
من خلاصة تذكرة داود الحواج، الإدمان والمخدرات، لا حياء بالعلم، الأعشاب الجنسية، الزيوت الطبيعية، لي من المستحضرات الطبيعية المرخصة والمجازة من المؤسسة العامة للغذاء والدواء، ومجازة عالميا وفيها حرية بيع بالإعلان من خلال القنوات العربية والمجلات والمواقع الإلكترونية. لكن مطلوب وكلاء في العراق، مطلوب وكلاء في أربيل لمنتجات خبير الأعشاب حسن خليفة. بتمنى تتواصلوا مع القناة للي يريد إعلان من خلال هذه الشاشة فقط لمنتجات مؤسسة جنة الأعشاب، بكون هو وكيلنا بإذن الله سبحانه وتعالى. ملتقانا بإذن الله يوم الجمعة الساعة 9 بتوقيت العراق، الساعة 7 بتوقيت تونس، الجزائر والمغرب. روحوا، سلام الله عليكم، وروحوا ورحمته وبركاته.